إعداد أشواط هذه الفترة المسائية وتحديات وانطلاقات سن اللقاية وهذا الملتقى الجميل مع هذه الشعارات الحاضرة المزينة لأرضية ميدان الشحانية، لنبدأ مع مسيرة فئة الإبكار لنرى ماذا تخفي لنا هذه الأمتار من تحديات وانطلاقات ومنافسات حاضرة ومتواجدة في هذه اللحظات. على البداية وعلى المركز الأول نتابع بهذه اللحظات ندى من تفتتح النداء والإذاعة مع المركز الأول هجة الشحانية مع جابر بسالة بفران بعملية التضمير، لكن ينخطف أو تنخطف البداية من قبل الأسماء الحاضرة والمقدمة عجايب لهجن الغرافة مع المضمر سالم بن عامر المدهوشي. ثاني المراكز من الجانب الأيمن نتابع بهذه اللحظات تقدم صدى لهجن المرخية مع المضمر حمد بن هضبان المري، من يقدم لنا صدى بتحدياته على المركز الثاني. المركز الثالث قدوم وتواجد مشاهدينا الكرام من قبل ندى لهجة الشحانية مع الشبل بعملية التضمير. رابع المراكز التواجد من جلد لهجن المرقاب المضمر عبد الله بن محمد بن صغير المحاربي. المركز الخامس وصول وتقدم من قبل اوزان تعود مكلجة الشحانية التضمير عند محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا اوزان على المركز الخامس. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط. لنعود ونتحول إلى البداية لنتابع مجريات المقدمة، مجريات الصدارة مع الصدى الحاضرة والمتواجدة على المركز الأول. تعود ملكية الصدى لهجن المرخية التضمير عند حمد بن هضبان الجربوعي، من يتابع انطلاقة وتحديات الصدى على المركز الأول. المركز الثاني الله ندى تنافس صدى وصدى تنافس ندى على البداية وعلى المركز الأول وعلى الصدارة. يا هل ترى لمن ناموس الشوط، لمن من هذه الاسمين الحاضرة على البداية وعلى المقدمة مع تقدم ندى ومنافسة صدى وقدوم الأسماء والشعارات الحاضرة بهذه الانطلاقة. صدى على البداية هجن المرخية حمد بن هضبان من يتابع صدى، لكن ندى في المطالبة في النداء باختطاف نقطة هذا الشوط حاضرة بتحديات شعار هجة الشحانية. جابر بسالة بفران من يتابع انطلاقة ندى على المركز الثاني. المركز الثالث أوزان وصلت لتبدأ باتزان الأمور لصالحها وعلى حساب الجميع، غادمة بشعار هجة الشحانية. يتابع أوزان المشاق محمد بن خالد العطية. المركز الرابع وصول حشرة القادمة لتسبب البعثرة بتحديات شعار هجة الغرافة المضمر سالم بن عامر المدهوشي. المركز الخامس وصول وتقدم بهذه اللحظات من مصيحة لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني مع سعيد بن أني المدهوشي، لكن أعود إلى البداية، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول مع افتتاحية مجريات الكيلو متر الأخير. الكيلو المثير ندى صدى صدى ندى الله، يا الثنائي الجميل الثنائي المميز. لكن ندى بدأت بالمباعدة، بدأت بالانطلاق بهذه اللحظات. تحضر ندى كما حضرت في سباقنا المحلي الثاني لتكرر النقطة الثانية في هذا الموسم بتحدياتها بانطلاقاتها بحضورها بمناداتها بأنها الأقوى في هذا الشوط، بأن الأبرز في هذه التحديات الحاضرة على أرضية ميدان التحدي. ندى لهجن الشحانية المالكة لهذه الأسطورة الحاضرة والمتواجدة والمضمر جابر بسالم بن فاران الشبل، من يتابع انطلاقة ندى، من يقدم لنا انفرادة ندى على البداية وعلى المركز الأول، خاطفة هذه النقطة الثمينة، خاطفة ناموس هذا الشوط، محققة هذا الانطلاق المميز والجميل بدون أي تعليمات. عصاتها راك دوامنا بهذه الانطلاقة، لكن الأسماء قادمة. صدى بدأت بالاقتراب بهذه اللحظات. الله
الناموس، الناموس الحاير، الحاير ما بين الأسماء، لكن ندى هي الأقرب، هي الأجدر في هذه الانطلاقة، هي البطلة المتوجة في هذا الشوط الثاني. والتبريكات لهجر الشحانية والتالي جابر بسالم بن فاران المركز الثاني، وصلت وزالة الشحانية ثالثا، كان الوصول من صدى الهجر المرخية رابعا، وصلت حشرة الهجر الغرافة خامسا، الكربي كان الوصول من قبل رعود لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، تابعنا وشاهدنا معكم منافسات أو تحديات هذا الشوط، المنافسة التي حضرت ما بين الأسماء، كانت ندى هي الأجدر وهي الأبرز في هذه الانطلاقة. نتابع لحظة وصول ندى إلى خط النهاية معركة الفوز والناموس، محققة أول المراكز وبدون أي تعليمات، توقيتها الزمني لنتابع معكم 6 دقائق 20 ثانية 54 جزء من الثانية. تام تبرك الهجر الشحاني والتهنية نزفها لجابر بسالم فاران، المركز الثاني كان الوصول من قبل أوزان. 6 دقائق 21 13 جزء من الثانية. تام تبرك الهجر الشحاني والتهنية لمحمد بن خالد العطية. ثالثا كان الوصول من قبل صدى، توقيتها الزمني 6 دقائق 21 ثانية 27 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لهجر المرخية، والتهني لحمد بن هضبان الجرم.